عن بعض الانتاج. لماذا يا هذا الانتاج؟ لماذا يا هذا الانتاج؟ اعلن اعتذاره عن بعضه وعن بعضه. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي اليوم أيها الأخوة والأخوات هو الدكتور عدنان عيدان، الباحث والمختص في اللغة والحاسوب. حياك الله يا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أنت مختص في اللغة ومهتم باللغة العربية بإيجاد مخارج للأزمة التي تعيشها اللغة. هل تعيش اللغة العربية أزمة في تقديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ تركي على إتاحة هذه الفرصة من خلال شاشة العربية، أشكرك جزيلا. الجواب على السؤال ببساطة شديدة وباختصار، نعم اللغة العربية تعيش أزمة، بس هذه الأزمة هي أزمة اللغة وأزمة الأمة العربية كلها، هي بالحقيقة أزمة الأمة العربية. اللغة العربية كائن حي، إذا الأمة اهتمت باللغة كان متطور وحي، يعني باستمرار عنده قدرة يولد وعنده قدرة على إيجاد حلول كثيرة لمشاكل اللي تواجهها. ولكن اللغة في أزمة الآن، اللغة العربية نعم في أزمة حقيقية في اللغة العربية، والأزمة اللغة العربية يعني ما مرتبطة فقط بقضية واحدة هي مجال الأدب أو مجال العلم أو مجال الاقتصاد أو مجال السياسة، يعني أزمة أصبحت تخص الهوية بالذات. وهذا هو مكمن خطورتها. هي لو كانت أزمة تخص الأدب مثلا أو تخص الشعر أو تخص ناحية من نواحي الحياة كان ممكن يعني معالجتها بسهولة، ولكن الأزمة الآن هي أزمة هوية بالحقيقة. يعني أمة عربية كبيرة، سكانها عدد نفوسها بحدود 350 إلى 400 مليون، كثير من الناس تأنف من اللغة العربية، يتمنى يتكلم إنجليزي أو يتكلم فرنسي. ليش؟ لأنه يحس أن هذه هي اللغة التي تعبر عن التطور. يعني معظم الذين يحاولون يأنفون من استخدام اللغة العربية الآن، يأنفون منها ويفضلون استخدام بعض اللغات الأخرى لأنهم يعتقدون أن هذه اللغات أكثر تطورا وأكثر مواكبة للعصر. هذا التفسير السطحي للشيء بالحقيقة. تفسير عفواً للوسط. أنا للوسط يعني. نعم. طبعاً بعض الناس تتعكز على هاي القصة أنه لأنه اللغات الأخرى بالذات الإنجليزية اللي هي على قائمة الأولى في اللغات بالعالم، طبعاً تبين اللغة العربية مو مستخدمة، لأن اللغة العربية بالاستخدام الحالي بالعالم هي اللغة العاشرة بالحقيقة، وهي زاحت الإيطالية وحلت مكانها. هذا بالنسبة إلى عدد الناطقين بها؟ لا، بالنسبة إلى الاستخدام العالمي بإحصاء الكمبيوتر وبإحصاء الإنترنت وبإحصاء الموبايل سيستم، تليفونات النقالة وغيرها. بس التحدث يعني الناس تأنف من العربية، أما هو ما متعلم عربي أو يريد يفتخر أنه يعرف كلمة أو كلمتين إنجليزي فيحشر كلمات إنجليزية في وسط العربية. يعني هو يريد يقول مشكلة يقول problem، هو ما يحتاج يقول problem، هو مشكلة تكفي إذا واحد قال كلمة مشكلة بدل problem. يعني ليش إلا يحشر كلمة إنجليزية في النص؟ يعني قد يكون تعليمه أيضا باللغة الإنجليزية، وبالتالي اللغة الإنجليزية تستجيب لما يريد التعبير عنه أكثر. أنا ما أعتقد. السبب الرئيسي أنه اللغة العربية هي غنية ومعروفة، اللغة العربية غنية بمفرداتها وغنية باشتقاقاتها وغنية بمعانيها. واللغة العربية تكفي. اللغة أي لغة إذا تقدر تدرس بها فلسفة فهذه هي القمة. فإذا اللغة العربية تقدر تدرس بها فلسفة وهي كذلك، فمعناه تحتوي العلم، لأن الفلسفة أم العلوم، وهذا هو الدليل. يعني إذا أنت قدرت تفهم وتفهم الناس بالفلسفة، تدرس فلسفة باللغة العربية وهذا متاح، فمعنى ذلك اللغة العربية لغة متينة جدا وقوية وبمصاف اللغات الكبرى بالعالم. إذن أين المشكلة؟ أنت دائم تحتج في معظم الندوات اللي تشارك فيها على طريقة تعليم اللغة. هل تعتقد أن المكمن أو مكمن المشكلة في طريقة تعليم اللغة العربية؟ المشكلة تكمن في أساسها. اللغة العربية بالأساس، يعني لو نرجع شوية للتاريخ حتى نلقي نظرة صحيحة ونخلي المشاهد أيضا في صورة وضع اللغة العربية،
يعني اللغة العربية إلى قبل 200 سنة قبل الإسلام، قبل ظهور الإسلام في جزيرة العرب، ما كانت مدونة. اللي وصل إن بالإسلام مع بدايات الإسلام هو الشعر الجاهلي، ما يسمى بالمعلقات، اللي كان بداها امرؤ القيس والآخرين إلى لأنها كانت تكتب وتدون، لأنه كانت تكتب وتدون. اللغة العربية كانت لغة بأغلب الأحيان هي لغة شفاهية، والناس تفتخر بها وتحفظها، وهذا هو النقل اللي كان يمر. هذه آلية النقل، ما في كتابة له. بالضبط، هذه آلية النقل، وهذه الآلية كان متاحة للغات الأخرى المجاورة للعربية أيضا، يعني الغالبية العظمى من اللغات المجاورة للعربية أيضا كانت هاي طريقتها بال يعني بالنقل وغيرها. ولكن اللغة العربية بعد نزول الوحي بها، بعد القرآن ما نزل فيها، احنا عندنا سجل بحوالي 200 عام 250 عام على أكثر تقدير، في نقوش ترجع إلى العام 50 ميلادي، يعني حوالي 300 سنة 400 سنة قبل ظهور الإسلام، أو 500 سنة بهالحدود. هذا أقدم تدوين. هذا أقدم تدوين موجود، اللي هي نقوش تشوفك أشكال الحروف العربية. وين وجدت؟ وجدت في بلاد الرافدين، ووجدت في الشام أيضا، ونقوش سمارة وغيرها وغيرها موجودة، أكو 4-5 نقوش موجود بها بحوث، موجود مدونة يعني مثبتة هاي القضايا، وكثير منها موجودة في المملكة العربية السعودية. طبعا النقوش قديمة أيضا على الصخور، شعر ومقولات في جزيرة العرب. في جزيرة العرب طبعا هذه القضية لما صارت اللغة العربية ونزل القرآن باللغة العربية، اللي هي لغة متينة جدا، بلاغة واضحة فيها، وكلماتها مثل ما تقول مرصوصة جميلة أيضا ومعبرة، فكيف نضجت هاي اللغة بخلال 150-200 سنة بهاي الدرجة من النضوج والوضوح والبلاغة والكفاية؟ وش تقصد بالنضوج؟ نضوج اللغة، نضوج اللغة، اللغة عادة تنضج بألف عام 2000 عام. طب كيف احنا عندنا سجل ب 200 سنة 250 سنة قبل ظهور قبل نزول القرآن؟ كيف كانت؟ ما عندنا فد سجل يقول لنا كيف صارت، بس احنا بس وش مظاهر نضج اللغه في تقريبا؟ نضج اللغه هي ايصال المعنى باقل كلفه، باقل كميه من الالفاظ، باوضح صوره، باوجز عباره. هذه هي لغه ناضجه، واللغه العربيه ناضجه منذ امرؤ القيس ما قال بيت الشعر مالته: قف انا ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. والمقارب للاسلام هو كعب بن زهير، ابن زهير عاصر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وقال بيت قال القصيده مال تبانت سعاد، واللي بيها ان الرسول لنور يستضاء به وسيف من سيوف الله مسلول. فهذا عبارات موجزه واضحه بينه، ما عليها ما بيها لبس غموض. الكلمات مالتها الاشتقاقيه حلوه، مثل استضاء يعني جاب هذه الصيغه اللي هي صيغه طلب الضوء من كلمة. هذا أول واحد استخدم كلمة استضاء بالعربية، أنا أحصيت هذا. فهذه اللغة كيف أنه كعب بن زهير أول من استخدم أول من استضاء كلمة استضاء وادخلها باللغة، لأن هو أنت يستضاء به لنور يستضاء. بالضبط، هذا هو المعنى. يعني يطلب الضوء، هو الاست اللاحقة، الاست اللي تيجي في مقدمة الكلمة بالعربية تعني طلب الشيء. مثلا استغفر معناها طلب المغفرة، واستكبر هو يعني أصبح متكبرا، وهكذا. يعني هذا سياقات اللغة، هكذا المزيدات تؤثر على الكلمة بالمعنى، وهذا ينطبق على الكلمة إذا كانت مزيدة بحرف وحرفين وثلاثة. تحدثنا عن أنه نضجت في تجربة قياسية اللي هي 200-300 سنة في الوقت التي تنضج اللغات عادة خلال 1000 سنة من الاستخدام. هذا صحيح، أنه الاستخدام هو الذي يجعلها ينحتها. نعم، فكأنما اللغة العربية مهندسة، وأنا أعني بالكلمة بالدقة مهندسة. يعني هناك هندسة على اللغة العربية، لأنه طريقة التركيب الجذور والكلمات العربية وطريقة الاشتقاق هو عمل رياضي هندسي بحت، وأنا أقدر أثبتها. كيف أثبتها؟ اللغة العربية كانت النظرية السابقة لكل اللغات السامية قديما قبل ما تندرس قضية العربية، كانت تجري حول قضية أن اللغة ثنائية الجذر، وهاي كانت تخص السريانية والمصرية القديمة الفرعونية، وتخص الآرامية السريانية والآرامية، جذورها كلها من حرفين. هذا معناه أن أصل الكلام في اللغة هو عبارة عن 28 عدد أحرف اللغة في 27، وهذا يعمل مجموع
756 كلمة، 28 اللي هي أحرف اللغة و 27 وشي اللي هي الأحرف الثانية للغة، اللي أنت ما عندك كلمة باء باء، عندك كلمة باء باء بحة بعة وهكذا. هذا هو التوليفة، 27 تحذف منها نفس الحرف، تحذف منها بس حرف واحد. فهذا يولد عندك مجموعة من الكلمات قدرها 756 كلمة. الحد الأعلى للسماح. لما جت العربية، العربية خرجت عن هذا النطاق. كيف؟ كيف خرجت عن هذا النطاق؟ لما بدأوا العرب يدونون اللغة اللي هي موجودة بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبشعر العرب وبأمثالهم، وجدوا أنه هذه اللغة أكبر من هذه الحد الأعلى. فلما تجمعت لدى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه أيضا في البصرة سنة 170 هجري، وجد أنه القرآن الكريم وحده ب 1203 جذر ثلاثي فقط، وفي أربع جذور رباعية، والباقي أسماء جامدة وغيرها وأسماء مشتقة، معناته مش ثنائية، معناها مش ثنائية. فهذا أول من وضع القاعدة أن اللغة العربية هي جذرها ثلاثي. فطبعا لما قال جذر اللغة ثلاثي، شنو معناها ثلاثي؟ معناها توسعت الإمكانية، معناها صار عندنا 28 في 27 في 27. الإمكانية هذه كلها 20412. ليش 27412؟ جذر حافي. جذر تطلع منه اشتقاقات، اللي يطلع منه اشتقاق بالمئات. هنا هذه ال 20412 ليش جتي؟ جتي من 28 في 27 في 27. منين تجي 27 في 27 تكررت مرتين؟ مثل عندنا كلمه شده هي شين دال دال، هذا معناه حرف الدال ده يتكرر 27. بس ما عندنا كلمه بالعربي بالاول بالاول دبل حرف مزدوج. ليش؟ لان الحرف المزدوج هو حرف ساكن، والعربي ما يقبل يبدي بساكن، طبيعه اللغه ما تقبل. وبالتالي صار الحرف اللي يليه الثاني والثالث هو المشدد، هو المشدد. فسعدنا مده شده رده صده عده وهكذا. عندنا مجموعه كبيره حوالي 600 جذر من هاي اللي يسموها الاصم بالعربيه، قباله السالم اللي هو كل حروفه سالمه وما مكرره. المهم في هذا الأمر من 20412 جذر هذا كل المستوعب اللغة العربية في الثلاثي، بينما في الرباعي راح يصير عندنا 28 في 27 في 27 في 26، راح يصير عندنا حوالي نصف مليون جذر الإمكانية مالته. فمعنى هذه اللغة واسعة جدا بالحقيقة. ماذا عن اللغات الأخرى الإنجليزية مثلا؟ زين، بس هو تكملة لهذا، بس نطفة صغيرة تكملة لها. لما أنت عندك هذه الكمية من الجذور المسموح بها، هذا كل الممكن، بس إشقد منها مستعمل وإشقد مهمل. الخليل بن أحمد في وقتها لما اشتغل على معجم العين ومقارنته بالقرآن وبشعر العرب وجمعوا اللغة من سنة 99 هجري إلى سنة 170، الأصمعي وغيره وغيره وأبو عمرو العلاء وهذول الناس اللي اشتغلوا، العباقرة اللي اشتغلوا على تجميع اللغة في بداية الزمن الأول، وجد أنه هو أكو من هاي العشرين ألف وأربعمائة واثناش، وجد حوالي 3000 جذر مستعمل عنده من العشرين ألف، من العشرين ألف، والباقي هو اعتبره مهمل. فطلع مصطلح مهمل ومستعمل، أول من استخدمه هو استخدم المهمل والمستعمل. بس المهمل ما يعني أنه هذا ما إلى قيمة، لأن هو يأخذ كتبة، أكو كتبة وأكو تبكة وأكو بتكة وكل التقاليب والتوليفات. فهو قال إحنا لقينا هسه كتبة، بس يجوز أكو وراء بعد 100 سنة واحد يستخدم مثل بتكة، وهي موجودة كلمة بتكة اللي بتك الأغنام، بتك الإذن، بس أكو غيرها ربضة وبرضة وضربة، هاي كلها تقاليب الكلمة. فأكو منها مستخدم هو لقى بالنصوص سواء بالشعر أو بالقرآن أو بالحديث. شو معنى بتك بالمناسبة؟ قطع الإذن، بتك اللي يبتكن أذان الأنعام. exactly. هذه بالقرآن مذكورة يعني. طيب صار عندي، أنا دخلت بالقضية التقنية بشكل كبير. نعم. برجع أسألك عن سؤالين بعد الفاصل، لأنه لم يبقى عندي وقت في هذا الجزء، عن قضية تعليم اللغة. نعم. احتجاجك على تعليم اللغة. نعم. ما المشكلة في تعليم اللغة؟ ونتحدث عن مقارنة اللغة العربية باللغات الأخرى بعد فاصل قصير. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحوار في إضاءات، فابقوا معنا.
نحتاجك في المكتب. حياكم الله مجددا في إضاءات. لا يزال حواري مع الدكتور عدنان عيدان الباحث في اللغة والحاسب. دكتور قبل الفاصل تحدثنا عن 20412 جذر في اللغة العربية. نعم. كم عدد الجذور ثلاثي؟ نعم. كم مثلا عشان نقدر نقارن، كم عدد الجذور في اللغات الحية أو نعم. التي اللغة الأولى مثلا نعم. الإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية مثلا؟ نعم، خلينا نتكلم عن العربية. إذا تحدثنا على العربية بسرعة شديدة، الجذور العربية المستعملة حاليا بحدود 8500 جذر ثلاثي. هذه من كل وحدة من هذه الجذور مع المزيدات. طيب كان يقول هو 3000 المستخدم، هو كان 3، الآن تطورت طبعا زادت بعض الاستخدامات، صارت أكو, أكو, أكو شعر، هناك شعر وأدب كان ما وصل بزمن الخليل جمعه بعده. آخر قاموس عربي معتد به اللي هو تاج العروس وجواهر القاموس لمرتضى الزبيدي رحمة الله عليه، هذا يحصي حوالي 8600 جذر ثلاثي. كم كان؟ تقريبا بال1700 وشوية بهذه الحدود. طبعا في منتصف الفترة اللي هو قاموس لسان العرب لابن منظور الأفريقي بحوالي 7200 جذر، بس الفترة من حوالي 300-400 سنة زادت بعض الجذور استخدمت. فالمهم أنه هذه كمية الجذور الموجودة بالثلاثي، طبعا احنا ما حكينا عن الرباعي لأن الرباعي الاحتماليات مالته هو نصف مليون، بس خلينا بالثلاثي. الثلاثي الاحتماليات مالته اللي هي 8500 أو 600، هسه يجوز دخلت صارت 9000 جذر الآن. هذه 9000 جذر الثلاثي إذا ناخذ كل المزيدات مالتها، المزيد بالعربي 10 أنواع. يعني عندك أقطع مزيد بحرف، قطع مزيد بالشدة، تقاطع، استقطع، قطوطع، انقطع، هاي كلها المزيدات بالعربي 10 أنواع من المزيدات عندنا. مزيد على بحرف على الجذر، على الجذر، وكل وحدة من ذولا يتغير المعنى. فمعناه أنت عندك عمليا وكل وحدة من ذولا يتولد منها 1000 كلمة. جميل، واضح، هذا يدل على ثراء اللغة العربية وأنك عندك كمية هائلة من الكلمات، من الكلمات والمعاني المختلفة. هذا فقط باللي يتصرف، ما بالك بالجوامد الثوابت اللي ما تتصرف، اللي جاية كلمة هكذا يعني. زين، إذا نقارنها باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية بكل تاريخها بمعجم أكسفورد الكبير أودي أكسفورد ديكشنري ب 17 مليون كلمة. 17 مليون كلمة، نعم، هذا كل الاشتقاق وكل الكلام، بس ايش قد يستعمل منه وايش قد مهمل. طبعا اكو بي اركايك اللي هو مهمل، يعني الان ما تفهمه لانه اللغه الانجليزيه العربية فيها لا فيها لا العربيه شعر من 1500 عام الان تقراه وتفهمه. القران الكريم الانسان يقدر يقراه، يجوز ما يفهم تفسيره وتاويله هذا شيء، بس يقدر يفهم الكلمات اللي بيه، وقليل من الكلمات صعبه عليه، بس هذا هو المقياس، هذا النضج للغه وهذا سعه اللغه. طيب وفي الانجليزي؟ في الانجليزي الامر مختلف كليا، انت عندك 17 مليون كلمه بالانجليزي. كم كلمه بالعربي بالمناسبه؟ بالعربي هذه ملايين تصير، يعني كم؟ يعني انت تقدر تشتق من 9000 في 1000 في 1000 كلمة، 9000 في 1000 كلمة من كل هاي احسبها كم. هذه انا والله ضعيف في الرياضيات. اي ضعيف بالرياضيات. ف 9000 في 1000 90 مليون. 90 مليون، اي زين اوكي، يعني عندك 90 مليون كلمة باللغة العربية مقابل 17 مليون بالانجليزي مع الثلاثي، مع الثلاثي ومع الجوامد والمشتقات. اللغة العربية بها اكثر ككلمة يونيك، يعني وحدة ما مكررة أصلية ما مكررة. إذا تستعمل اللواحق والزوائد مثل مثل الإنجليزي بوك وبوكس أو بوك وبوكينج وبوكس، هذه محسوبة عندهم، هذه محسوبة طبعا ضمن 17 ضمن 17 مليون. إذا تحسب هاي بالعربي، العربي يصير بها حوالي يعني بحدود 500 مليون كلمة من هذا النوع. فشوف الفرق. طيب كل هذا الثراء اللي أثبتته الآن من خلال عدد الكلمات، نعم، مقارنة باللغة الإنجليزية، لماذا تصبح الإنجليزية هي اللغة الأولى ولا تصبح العربية ضمن اللغات الخمس الأولى على الأقل، ما تصير التاسع أو العاشر وتزاحم الإيطالية اللي ما يحكي فيها غير الناس اللي يعني ليش الأمة الطليان. العربية الأمة العربية سكانها 300 مليون وبريطانيا 60 مليون، دولة بمجلس الأمن عندها فيتو والعرب 300 مليون كل شيء ما عندهم. نفس الشيء يعني، هي هاي نفس الحجة يعني.
بس نرجع على الإنجليزي يعني هي تفسرت القصة. نرجع هم دولة قوية سائدة. العرب لما كانوا 8 قرون يحكمون العالم كانت لغتهم سائدة وسيدة. فما بيها مشكلة، هي هاي دول يعني تتداول. الآن العرب وضعهم ضعيف، فطبعا لغتهم تصير ضعيفة وتصير رقم 10، وعشرة كانت قبل 15 بس الآن صارت 10 يعني صارت زينة أحسن طورت يعني شوية يعني. بس نرجع على الإنجليزي يعني هي القصة مع الإنجليزي مهمة. الإنجليزي عندهم 3 أنواع من اللغة بالإنجليزي. عندهم اللغة القديمة اللي هي لغة شكسبير، واللغة الوسيطة اللي هي لل 1850 تقريبا، ومن 1850 للآن هاي اللغة الحديثة. أنت ما تقدر كطالب إنجليزي تقرأ لغة قديمة وتقرأ لغة وسيطة، المعنى يختلف والتهجي يختلف. بالعربي هذه ثابتة، المعنى يتغير بالعربي بس التهجي ثابت، وهاي ميزة. يعني بالعربي مثل كلمة عنف في اللغة تعني التوبيخ، بس عنفه وبخه. اي عنفه وبخه، بس الآن من تقول استخدم العنف يعني ضرب رصاص. صح لو لا حزم ناسف بعد. اي معناه تغير، معناه المعنى ترحل صح، او صار لها معنى بديل. فلما تيجي تفسر تفسير كلام واحد قايله قبل 200 سنه لازم تشوف معنى كلمه عنف شنو بذاك الوقت. ما تيجي تفسر بكيفك اللغه تستخدم تعابير العصريه بذاك اللي ذيك القصه تعكسها عليها. أي. او بالعكس. فهذه نقطه. اللغه الانجليزيه المعنى يترحل والسبيلنج يتغير، التهجي الكلمه. العربي ما يتغير، كلمة قفا نبكي هي قفا نبكي ما تغيرت، واستضاء ما تغيرت الكلمة شكلها. شكلها الكتابي ما تغير، وهذه نعمة أنه الكلمة أنت تقراها نفسها عبر العصور. زين. فهذه نقطة. بالإنجليزي من هال 17 مليون كلمة هناك حوالي 3500 كلمة هذه حاسمة في اللغة. كيف حاسمة؟ اللي يتقن 3500 كلمة تهجيا وكتابة وإدخالا في جمل، هذا معناه يقدر يصير واحد من 4 مهن رئيسية، كأن يكون طبيب أو مهندس أو محامي أو محاسب أو قاضي. يعني اللي يتقن اللغة يصير موظف، يصير بها التخصصات طبعاً العلمية. طبعا طبعا علاقة اللغة بال هي أساس. هي وعاء يصير محامي ولا طبيب، هي وعاء العلم هي اللغة، سواء كان هذا العلم علم الصنعة مثل ما يسموه قديما، أو علوم شريفة اللي هي الفقه والأدب والتاريخ والموسيقى. حتى حسب التقسيم القديم الإسلامي أو الحديث، هو اللي يتقن 3500 كلمة مع استخداماتها بشكل جيد في مكانها الصحيح، معناه يقدر يصير واحد من المهن الأربعة. عوام الناس اللي هي محامي، يعني يصير محامي، يصير طبيب، يصير مهندس، يصير محاسب، يصير قاضي. لأن هاي تحتاج لغة عالية، يعني تحتاج يخاطب الناس، لأن اللغة بشكل عام هي للسيطرة على الناس. هذا عرف موجود عند الإنجليز، عرف موجود قديما وحديثا ولا زال. يعني كيف تتشكل عنده الثلاثة؟ يعني يجلس بالقاموس؟ لا ما يجلس. يحفظ هذولي ولا بالتراكم يتعلمهم؟ عوام المجتمع، عامة الناس في بريطانيا، أنا عايش في بريطانيا فترة طويلة وأولادي تعلموا في بريطانيا، وأحكي لك عن تجربة حقيقية وليس قاريها أو سامعها. التجربة تقول الآتي، أنه عوام الناس، وأكو إحصائيات وأكو رسائل دكتوراه وماجستير في هذا الصدد كثيرة جدا. الإحصائيات تقول أنه أكو هناك في اللغة حوالي 258 كلمة، خلي نقول 500 كلمة هذه شائعة عند الناس، هذه أكثر استخداما. 700 ماكسيمم 500 هذه شائعة جدا. هذه يتكلموها 95% من الناس. إذا تعرف لغة أكثر، تستخدم كلمات أكثر، أنت تروح بالصنف الثاني من الناس اللي هو المتعلمين. إذا زدت على 500 تزيد، إذا وصلت ل 3500 أنت تصير واحد من ذول الأربعة اللي يحكمون البلد عمليا. من النوع 4% اللي هم يعرفون 3500 يحكمون 95%، لأنه هي اللغة تعبر عن الواقع الطبقي أيضا. يعني أنت ما في ابن عامل أكو كتب ببيته، منين تجي الكتب ببيته؟ بس ابن الطبيب أكو كتب ببيته، فطبعا يتعلم. طريقة التعليم هي تأثر. طريقة التعليم في بريطانيا هي على الشكل التالي. الطالب من عمره 4 سنين إلى يصير عمره يعني
16 سنة، بهاي الفترة من 4 إلى 16 يلزمون الطالب يطوي 10 كلمات باليوم يحفظها. زين أثناء المدرسة، أثناء المدرسة النظام الحكومي، نظام الحكومي. طبعا التعليم الخاص بعد أفضل أكثر، أكثر 10 كلمات، 10 كلمات للحفظ يوميا، لليوم حفظ. أنا أولادي نفس الشيء، يجيبون المدرسة تطي واجب يحفظ 10 كلمات جديد، يحفظ سبيلينج الكتابة، الكتابة مالت التهجي اللي هي مثلا يجيبوا له كلمات سات مات بات على رايم معين على نسق، مثل احنا شلون نجيبها بالقافية او نجيبها بالحرف الاول، نفس الشيء. فهم طريقة بالتعليم يحفظوا 10 كلمات باليوم. طيب هذا انت تحسب، يعني معناته ان الحفظ مهم في التعليم، ليس بدون الحفظ ما في شيء. كل واحد يقول لك شيل الحفظ بالتعليم، قل له انت تريد تخلي الناس جهلة، لان هم جابوا هو بالغرب يحفظون الناس ويضربوهم اذا ما حفظوا بالغرب. ايه ليش؟ لانه انت كأب لازم توقع انه ابنك وبنتك حفظوا هاي الكلمات وانت سمعت لهم اياه، هذا الواجب البيتي. وبالتالي 10 كلمات باليوم. الدوام الرسمي في بريطانيا 200 يوم بالسنة، ف200 في 10 2000 على مدى كم سنة؟ 5 سنين، 6 سنين، 10 سنين، ايش قد يصير عند الطالب؟ انت تتحدث من 4 الى 16 12 سنة، 12 سنة يصير عنده 24000 كلمة. بس هو يقدر يحفظ 3500، شكرا جزيلا، يكفي يعني يأهله، يطير منها بطبيعة الحال شيء يحصل. اذا استطاع ان يحفظ، ان يواظب على حفظ هذه الكلمات ويستعملها، هذه تأهله ان يسوي الاي ليفل، يسوي الاي ليفل حتى اذا تخرج من الثانوية. هو من سنة 16 هي فاصلة، لأن قبل 16 ما كان لكم امتحانات في بريطانيا، يعني يمشون كلهم لأن ما لها معنى، بعدين هسه رجعوها. فهو من عمره 4 سنين بالحضانة إلى عمره 16 هو يحفظ، بس مو شرط يحفظها، يعني هو يطو واجب ويلزموا بها. فهو ايش قد يحفظ منها؟ ماذا يتبقى لديه؟ يحفظ منها 3500 افرج معدل. هذا يقدر يروح اي ليفل ويسوي طب او طب اسنان او صيدله او هندسه وما الى ذلك. زين احنا ما عندنا طريقه ولا اي مثد نحفظ بها لا اولادنا ولا نحفظهم ولا هاي، يعني ما عندنا طريقه. ما بالعربي ماكو منهج، بس هو ما راح يصير منهج، لان اكو اشكال بالعربي قبل المنهج، قبل ما نسوي منهج ونقول احنا، لان انت ممكن تاخذ الشكل الغربي بالتعليم كما هو موجود الان. يعني لو جينا وحفظنا ابنائنا كل واحد مثلا 10 كلمات كل يوم، على 200 يوم بالسنه، 2000 كلمه بالسنه، 10 سنين 20000 كلمه بالسنه، ليش ما ينفع هالمنهج؟ طبعا طبعا ينفع هذا، بس لازم يكون على اساس متين، لازم نبني اساس. شنو هاي العشرين ألف كلمة نحفظ هي؟ هل هي كلمات بديلة؟ هل هي كلمات أصلية؟ هل هي كلمات ذات صلة بموضوع العلم؟ ذات صلة بموضوع الأدب؟ شنو شلون اختارينا العشرين ألف؟ ما عندنا معيار، بينما عند الإنجليز معيار. طبعا عندهم معيار، لأن من سنة 70 مكننوا اللغة، حوسبوا اللغة. إحنا لغاية سنة 2008 لحد الآن ما عندنا مكان واحد، كمبيوتر واحد بخمسة مليون كلمة حتى نقدر نجري عليها عمليات حسابية دقيقة على اللغة، ونستخرج نستخرج المكرر، وهاي الكلمة قالوها مرة واحدة فما أدخلها هاي الكلمة. هاي القصة بالعربية لحد الآن ما بادين بها إحنا. يعني إحنا اللي هي مكننة اللغة، اللي هي مكننة اللغة إلى الحاسب الآلي. الحاسب الآلي يدخل في هاي القصة بحيث يقدر يطلع لك الكثير من مكنونات ومخزونات اللغة، والكثير من جواهر اللغة المدفونة، والكثير من الكلمات الحلوة الرائعة اللي احنا نسيناها وما نستخدمها. ما في حتى قاموس يمكن؟ ما في قاموس منذ الزبيدي لحد الآن ما في قاموس محترم حديث بمعنى. يعني الآن انت كيف تطيني قاموس؟ اكو بانجلترا 20 نوع من القواميس، قاموس صغير اول ما يسجل بثاني ابتدائي الطفل يطو قاموس، البنك يتبرع، البنوك تتبرع للطلبة بقواميس صغيرة، بوكيت ديكشنري يسموه، قاموس جيب، قاموس الثسورس، معاني وكلمات، يعني اهم اشرح الفرق بينهم، بين المعنى، بين قاموس المعاني وبين قاموس المرادفات. المعنى هو الفرق بينهم هو الآتي، قاموس الكلمات هو ياخذ الكلمة بالالفباء، قاموس المعاني هو يحط الكلمة في اطارها، وهذا العرب أول ناس أبدعوا به. كان قديما لسنة 200 هجري يسوون قاموس الخيل وقاموس الثعابين وقاموس الحياة وقاموس النخيل،
بعدين اجى واحد ضرير عنده بصيرة، الله انطى بصيرة اسمه المخصص، هو اسم القاموس مالته المخصص ابن سيدا الأندلسي اسمه، سنة 400 هجري جمع كل هاي وطلع قاموس اسم المخصص في 7 أجزاء كل المعاني وأطر معانيها. مثلا كلمة النواة، نواة التمر، فصم التمر، بيه القطمير الغلاف اللي يغلف النواة، وبيه الفتيل اللي في نص النواة، وبيه كل شيء يخص النخلة موصوفة في مكان واحد. تلقي الكربة والسعفة والكرنافة والشوك، كل تفاصيل النخلة، كل تفاصيل النخلة موجودة في مكان واحد. فهذا إطار معاني، هذا قاموس معاني. هذا اللي قابل بالإنجليزي ثيسورس، الإنجليز سنة 1850 أول ثيسورس عندهم، والعرب سنة 400 هجري كان عندهم ثيسورس قبل 1000 عام. الفرق أنه توقفوا العرب وواصلوا، الفرق أنه ناموا ومو توقفوا. أنا توقفي ليس نوما. فاصل قصير أيها الأخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات، فابقى معنا. حياكم الله في إضاءات أيها الأخوة والأخوات، لا يزال حواري مع الدكتور عدنان عيدان الباحث في اللغة والحاسوب. دكتور، تحدثنا عن إشكالية في اللغة، وقلت أنت أن اللغة مثلا لأنه أوجد لها آلية في بريطانيا على سبيل المثال، رغم أن عدد الكلمات الإنجليزية 17 مليون مقارنة ب 500 مليون تقريبا كلمة عربية، لكن أوجد طريقة ومنهج لمعالجة الأزمة اللغوية. أول شيء بسألك، يعني في العقود القليلة الماضية نشأت مجامع اللغة العربية التي حاولت أن توجد بدائل للكلمات الجديدة أو توجد ترجمة بس سوت شغلات تهول. يعني مثلا الساندويتش بسميه ساندويتش، صارت شاطر ومشطور وبينهما من يعرف كامخ. نعم كامخ بينهم، يعني عيني عليهم. هذه شاطر كان واحد يوصف بيت، يعني ما كانه يبي ما هل تعتقد ان ادوارها كانت ضعيفه المجامع اللغويه؟ مجامع اللغه العربيه يعني واحد ما يقدر يتكلم عليها لانه فيها ساده افاضل واساتذه محترمين، يعني لهم على اللغه العربيه ادوا بعض الواجبات، بس بالحقيقه هم المنهج هو اللي يفتقدون الى المنهج الرئيسي. خلينا نلقي ضوء ساطع على هذه النقطة بشكل سريع جدا. القدماء الأوائل لما جمعوا اللغة من سنة 99 هجري إلى سنة 170، كيف جمعوا اللغة؟ جمعوها من أفواه الناس بالبراري، يعني كيف بالبراري؟ يعني راحوا إلى البر، وسألوا الناس، تتبعوها، يعني جاب معناه جابوا اللغة لهم. واستقرأوها. هذه عملية الاستقراء أكبر عملية عبقرية، لأنه بموجب الاستقراء يعني استقرأوا اللغة، جمعوها في مكان واحد وطلعوا القواعد من اللغة، من شيء واقعي مو من شيء افتراضي. فمعناه من جاسي بويه أو جال خليل بن أحمد يعني يرحمهم الله، وهذا العلم أسسوه. وعلى فكرة يعني الخليل بن أحمد هو اشتغل أيضا على الشعر وعلى بحور الشعر، والله سبحانه وتعالى هو إلى قول لطيف أيضا، طلب من الله أن يرزق علم، فقال يعني راح تعلق بأستار الكعبة في موسم من مواسم الحج، وطلب من الله، سأله تعلق بأستار الكعبة وقال له أن يرزقني علما لن أنسى بعده أبدا. فسبحان الله، الله انطى علم. يعني بقي الخليل تقريبا 1300 1400 لحد الآن احنا نذكره ولازلنا الشعر عالى عليه الشعر بالضبط ببحوره زين. بس هذا شنو صار؟ تجمعت لديه اللغة كاملة، اشتق القواعد من شيء موجود، استقرأها ولم يفترضها ولم يبتدعها. هذه العبقرية، هذا الترميز للغة، الفعل والفاعل والصفة والمفعول به والاسم والبدل والنعت، وهذا مرفوع وهذا مضموم. هذه الطريقة بالوصف اللغوي، هذه طريقة عبقرية جميل جميلة جدا. يعني ولكن
ولكن هذا ولكن ندور ولكن ولكن ندور ولكن طبعا لأنه صار 1200 عام على هاي القصة. فعلينا قبل ما نفكر المجمع شنو سوى، اللغة اللي نحكيها الآن، اللغة المستعملة لدى الناس الآن، اللغة هل هي لغة الخليل؟ هل هي لغة الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني؟ هل هي لغة الجاحظ الحيوان للجاحظ؟ هل هي لغة الألفاظ الكتابية قبل شوي تقول لي دكتور أنه حتى اللغة القديمة في اللغة العربية لازالت لم تتغير. نعم يعني إذا نفس اللغة. نعم هذا من جهة الكلمات ما تتغير. طبعا كلمة كتبة شون تتغير؟ كلمة بالقرآن سواء كلمة كتبة موجودة بثلاث حروف كاف تاء باء طبعا ما تغيرت للآن هي، بس معانيها واستخداماتها تتغير. طرقها في تكوين الجملة يتغير، طرقها في التعبير عن الأشياء يتغير. بالطبيعة يعني مثلا يعني من تقول كتب عليكم القتال هاي لها معنى، يعني هنا صارت ضمن جملة محددة ذات سياق معين. الكلمة شكلها صورة الكلمة ما تغيرت بالعربية، وهذه من نعم الله على العرب أنه الكلمة ما تغير شكلها، لأن لو متغير شكلها كان حتى هاي نسوها. بس الله سبحانه وتعالى هاي كأنما ثابتة أصبحت، مثل كلمة ركضة هي بقت كلمة ركضة راء وكاف وضاد. أوكي، فهاي القضية قضية اللغة العربية اللي صار فيها هو تغير الأساليب. يعني الآن إحنا كلامنا وحديثنا طريقتنا بالرواية بالشعر بالاستنباط بالاستقراء بالفلسفة بالمعالجة بالتعليم، هل هي نفس طريقة يعني القدامى قبل 200 سنة قبل 300 سنة قبل 400 سنة؟ تغيرت بطبيعة الحال كأي شيء متغير. المطلوب الأدوات اللي كانت تستخدم سابقا الآن تغيرت. فمعناه إحنا الآن إذا نريد نحل مشكلة اللغة العربية لا يفيدنا التعريب ولا تفيدنا الترجمة ولا في، لازم نبني بناء تحتي للغة العربية. مع أنك أنت عندك برنامج شهير في الترجمة، عندي هو برنامج الوافي الذهبي. نعم عندي برنامج، عندك موقع على الإنترنت. نعم مشهور للترجمة اللي هو المسبار. نعم أحسنت شكرا جزيلا. عفوا بس يعني ما تفيد هذا. هذا صحيح، هذه محاولات، بس المحاولة الحقيقية والجدية والصادقة والمخلصة واللي تؤسس لسيادة اللغة العربية مجددا هو أن نعمل ما عملوا القدامى بس بطريقة حديثة. بدل ما نصرف 200 عام نقدر نسويها بسنتين بفضل وجود الحاسب، بدل ما نجمع 3000 جذر نقدر نجمع 10,000 20,000 مليون كلمة في مكان واحد. الإمكانيات متاحة. هذا اللي تريد أن تطرحه عادة من خلال مدونة اللغة العربية. نعم اللي أريد أطرحها من خلال مدونة اللغة العربية. مش فكرة مدونة اللغة العربية، وهل ستأتي بما لم تأتي به الأوائل من خلال هالمدونة؟ لا ما أتوا به الأوائل معروف لدينا. ما أتى به الخليل وسيبويه والفراء والكسائي وغيره وغيره معروف لدينا وعلى العين والرأس. وما عندنا أي إشكال معه. هل ستغير في النحو مثلا؟ إحنا نستقرئ، هو كلام رجال بالأول وبالأخير. يعني المدونة أنت تبي تجمع فيها الألفاظ، وشلون حتجمعها؟ أنا أجيب الكتب كلها أفرغها في الحاسب على شكل نصوص قابلة للمعالجة، بمعنى أقدر أطلع عبر 1500 عام الزمن الفترة الزمنية أقدر أستخرج كل الكلمات بشكل مفردة. أشوف عدد تكرار الكلمات، مثلا أشوف كلمة كتبة متكررة 5 مليون مرة بطول الفترة التاريخية، أشوف كلمة استضاءة متكررة 20 مرة. إذا أريد أعمل قاموس أخلي كتبة وبعدين أخلي استضاءة، هذا يصير بالأول. ما راح تسويه ألف باتي؟ لا ألف باتي. تصير حسب التكرار، حسب تكرار الكلمة بالاستعمال. لأنه وبعدين هاي تصير قضية غير محايدة كليا. يعني إذا أنا عراقي وألف قاموس أجيب من العراق، إذا أنا مغربي أجيب من المغرب. بينما إذا أضع اللغة كلها في مستودع واحد وأجري عليها العمليات الحسابية ستكون الكلمة رتبتها هي اللي تأهلها للدخول للمعجم. رتبتها بمعنى تكرار الناس. أي. عدد استخدام عدد الناس قد كرروها بالكتب، وبعدين تقسم المعجم ألفبائي أو على شكل الجذوع على شكل الرضي أو على أي شكل آخر، زي يعني ما يفرق زي المعاجم أو القوافي زي المعاجم الأخرى. هذه إشكالية تقنية هاي، بس الإشكالية الأساسية أنه أنت يصير عندك نصوص كاملة. وهذا ليش موجود في إنجلترا تطورت القضية؟ لأنه جابوا اللغة الإنجليزية
وضعوها في الحاسب الآلي وحوسبوها للغة، بمعنى كسروها وشافوا المرادفات وشافوا المكررات وشافوا التكرار، وبالتالي ربطوا الكلمات مع بعض، هاي تستخدم مع هاي الكلمة، وبالتالي طلعوا صيغ للأفعال وصيغ للأسماء وصيغ للصفات، كتب كاملة. ويعني هذه القضية، وهذا لم يتم حتى الآن باللغة العربية، لحد الآن لم يتم إطلاقا، هذا عملوا يدويا قبل 1200 عام على شيء مصغر اللي هو أشعار العرب وغيره، واستلوا منا القواعد. أنا ما أريد غير القواعد، بس أنا أسأل الناس اللي يشتغلون بالنحو، القواعد كيف عملوها؟ الخليل وسيبويه عملوا قياس وعملوا سماعي، استقرأوا من استقرأوها من واقع العرب. النصوص بس هم عندهم عيب رئيسي واضح، هم كل هذا الشهادات اللي كانت فيها في اللغة يسموها شواهد الخليل أو شواهد سيبوي، هذه كلها شعر. زين الشعر بهواية سماح لغوي، زين كيف يطبق يعني القاعدة؟ يخرج عن القواعد، يخرج عن القاعدة. طبعا الشاعر إلى حق، يعني هو يقول له احنا نشعر والتفسر مشهورة، يعني مال الفرزدق بوحدة من الخناقات مالته مع نحوي، النحوي عاب عليه ليش رفعت وليش كسرت، قال احنا نشعر ونتفسر، ما لنا شغل بيك انت، روح، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة. فقضية النحو العربي، قضية اللغة العربية، إذا واحد يجي الآن يقول لك أنا راح أحل لك المشكلة هذه ها بسرعة، تقول له هذا مو صحيح، ارميه من الشباك عمليا. كيف تقول إذا يعني إذا واحد جاء قال لك أنا عندي حل سحري للغة العربية أصلح لك اللغة بسنة، ما هذا مو صحيح. مع أنك قبل شوي تقول المدونة بتصلح اللغة، أنت المدونة بتصحح اللغة، المدونة بتعمل بناء تحتي للغة العربية. يجي باحثين، الباحثين بعدين يجون ناس يبحثون يشوفون مثل هالكلمة لما التصقت بهالكلمة ولدت معنى، تطلع منها المسكوكات، تطلع منها الصيغ الفعلية. خلي نشوف مثلا كم إنسان يستخدم نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في زمننا هذا بالكلام العادي. لاذهبن، انت تقولها بالكلام العادي، تكتبها بالجريدة، هذا استخدام، يعني انت محكوم بالاستخدام، واللي قبل اشتقها لان شافها بالاستخدام، كانت موجودة، انا ما اريد انكرها ولا اريد اشيلها لان ما من حقي، بس ايضا تحولها الى المهمل، احولها اخليها جانبا، تقدم المستخدم اكثر، اخليها كلها بس في اشكال، اخليها كلها بس لحظه حتى الدارس لي تاريخ اللغه وغيرها يعرفها ويرجع لها. جميل. ومن حقه. جميل. وواجبه، بس انا ما اقدر اعمم كل شيء موجود بالماضي اجيبه في ذهن الطالب العصري اللي يريد يدرس باسرع وقت. ليش الان انت ستوجد كل الكلمات في المدونه، كل الكلمات، كل الكلمات، كل الكلمة، كل ما كتب بالعربية بالألف وخمسمائة عام تقريبا، وهو غزير جدا وغني جدا ومنظم جدا، ممكن يدخل إلى الحاسب، وهذه يصير القاعدة اللي تنبني عليها اللغة العربية. هذا يصير البناء التحتي، كما تبني الطرق وتجي سيارات تمشي عليها، تجي باعة تمشي عليها، يجون ممثلين يعملوا تمثيلية على الشارع، هذا على راحتك، يجون ناس على المرة يمشون على الرصيف، أنت ابني البناء التحتي. أنا شغلتي أنا لست، أنا لا أضع منهج ولا أعمل طرق تربية وطرق تدريس، لأن هذا في ناس آخرين مختصين فيه. بس أنا شغلتي أعمل بناء التحتي وأعمل الأدوات اللازمة للمختص التربوي يقدر يطلع مكنونات اللغة وجوهرها. مثلا أنا عندي فكرة باللغة أنه الإعراب بسيط جدا، الإعراب إحنا شنو عندنا؟ عندنا مرفوع ومنصوب ومجرور. زين إذا كل شيء قدامه أداة نصب مال فعل، مو اللي يجي وراء فعل منصوب؟ منصوب. زين، وإذا أسوي هاي الأدوات أسميها كلمات معيارية باللغة، ألف كلمة إذا أحفظها للطالب الألف كلمة هاي بأساليب أقدر أخليه يعرب بسهولة شديدة. الإعراب شنو؟ هو إيضاح المعنى، هو الإعراب ليس علة، الإيضاح، الإبانة. كلمة الإعراب أعربت اللبنة، يعني احمضت، يعني طلع طريحتها، يعني صارت مستوية، يعني بانت، ظهرت. وبالتالي إحنا ليش منزعجين من الإعراب؟ الإعراب هو الإبانة. إذا أنا قلت كلام والكلام مالي كان واضح المعنى، لأنه ما لنا صلة بالإعراب. لما واحد يجي في عام 2008 طفل عمره 6 سنوات وتكلمه وتستخدم مصطلحات الإعراب بالنسبة له مصطلحات قديمة، يا سيدي أستخدم مصطلحات أخرى. أنا بالنهاية يهمني أنه هذا الطفل يوصل الجملة اللي يريد يقولها أو يكتبها للمعلم صحيح، بشكل صحيح. مو هذا هو غواجب اللغة صحيح، هي مو الاتصال صحيح وإيضاح المعنى. فإذا هذا قدرت أوفي
ليش لا؟ طيب بس أنا أرد بس لحظة واحدة. اللغة الإنجليزية ليش الآن مناهج التدريس اللغة الإنجليزية بخلال 4 أشهر ما على أعلى حد يخلون الطالب الأجنبي يقدر يتكلم إنجليزي بطريقة لا بأس بها ويفهم؟ لأن قننوا اللغة. زين إحنا لغتنا يدرسها الطالب 5-6 سنين وما يقدر يكتب بها ورقة. زين ليش عندنا؟ لا يمكن لأنه عدد الكلمات المستخدمة عندهم قليل. هم؟ أنت تقول قبل شوي. بس يكفي إذا عندهم. إذا 3500 كلمة ويكفيك تدخل طب أو هندسة أو محامات. شو تريد أنت؟ أنت دا يحفظوك 20,000 كلمة. إذا بقى براس الإنسان منها 5,000 كلمة أم العلا هذا كافي يكفي. أنت ما تحتاج، أنت شو وقت تحتاج 17 مليون كلمة؟ القاموسي اللي يدور في تاريخ اللغة واللي يرجع يريد يفتح القاموس، وكم واحد يفتح القاموس الكبير مال أكسفورد 20 جزء دي يدور كلمة معينة أركايك يعني مرشفة دي يشوف أصلها وفصلها وبتعمها وبتخالتها شنو كانت. طيب هذا بس طيب المتخصص ممتاز. هذا ما يخص الإنسان عندي العادي. عندي قضية بس أختم فيها، ما بقى عندي وقت كثير. أتكلم على موضوع الترجمة العلمية. نعم أنت اهتممت بالترجمة، ومع أنك تقول أنه بدون توفر هذا الأساس اللي ممكن يحصل كأرضية نعم من خلال المدونة لا يمكن للترجمة أن تحدث. نعم هل واجهت مشكلة أنت يعني اشتغلت وأنت متعثر في الترجمة؟ لأنه أنت تخصصك كما أعرف نعم رسالة الدكتوراه نعم اللي أنت قدمتها كانت عن إعراب الجملة بواسطة نعم الحاسوب. هذا صحيح، هو Parsing Arabic Language. النقطة الأساسية في الترجمة، الترجمة تعتمد على اللغة باختصار لو سمحت لأنه ما في وقت، بكل الطرفين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أنا بالنسبة لي أمسك اللغة الإنجليزية أحللها وأركب العربي، لأن أنا أعرف إنجليزي أقدر أحلل الإنجليزي وأركب العربي، لأن العربي هو النتاج. لو أعمل الترجمة العكسية من إنجليزي من عربي أترجم الإنجليزي لازم أحلل العربي عشان عشان أركب إنجليزي. هاي واضحة؟ زين إذا أنا ما عندي معلومة كافية باللغة وتردد الكلمات وإحصائياتها وبناء تحتي للجمل وهذا كله ما يجوز، بعد ما يصير. ولذلك نواجه صعوبة بالمصطلحات. نركب كيفنا مصطلحات، ولو تشوف قواميس المصطلحات العربية. دكتور عدنان نعم. أنا أواجه مشكلة بالوقت. شكرا جزيلا على هذا الوقت. شكرا جزيلا، أنا أشكرك كثيرا على. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.